أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، أخرج البيهقي وغيره عن الحاكم وزاد: إنما جاءه الوليد وجلس إليه قال له: وإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك، يعني إن كنت تريد بهذا الذي تصنع وصولا إلى الحكم أو إلى الملك أو الرئاسة أو القيادة عقدنا ألويتنا لك، يعني سلمناك الإيه. شوفوا يا جماعة، لو كان الدين يوطن له بالملك كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الملك ثم بعد ذلك حملهم على ما يريد، وإن كان الدين يقوم بالمال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المال وقد عرضه من هو خير من قريش عليه، عرضه الله تعالى عليه لأن تسير معه جبال مكة ذهبا وفضة فرفض، وقال: أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. وإن كان الدين يعني يقوم بالقوة أو بأي أسباب كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذه، وإنما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدين فقيرا يتيما ضعيفا قليل العدد في قلة عدد وقلة عدة وقلة مال، والذين اتبعوه هم ضعفاء القوم، ومع ذلك أقام الله بهم الدين. فقال: إن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك، فكنت رأسا ما بقيت، يعني مش هنغيرك، مش هيجي فترة انتخابية أو بتاع، لا ما بقيت، نظام ملك يعني. وعنده أنه لما قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أمسك عتبة على فيه وناشده الرحم، يعني الكلام هزه، وناشده الرحم يعني سأله بحق القرابة أن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: والله يا معشر قريش ما نرى عتبة إلا صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه. فأتوه فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، إن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا، وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته. وقص عليهم القصة، فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة، قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. يعني هم موقنين ومصدقين بأنه الصادق الذي لا يكذب أبدا، فيعني الكلام أخذ من نفسه مأخذا شديدا. وأخرجه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه مثل حديث عبد بن حميد. أخرجه أبو نعيم في الدلائل بنحوه، قال الهيثمي: وفيه الأجلح الكندي والثقه بن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات انتهى. وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قريشا اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فقال عتبة بن ربيعة لهم: دعوني حتى أقوم إليه أكلمه، فإني عسى أن أكون أرفق به منكم. فقام عتبة حتى جلس إليه، فقال: يا ابن أخي أراك أوسطنا بيتا، يعني أنت من أشرفنا ومن خيرنا حسبا ونسبا، أوسطنا بيتا يعني أكرمنا مكانة وأعلانا رفعة ومنزلة، أراك من أوسطنا بيتا أفضلنا مكانا، وقد أدخلت على قومك ما لم يدخل رجل على قومه مثله، يعني جئت بفعل شنيع، فإن كنت تطلب بهذا الحديث مالا فذلك لك،
على قومك أن يجمع لك حتى تكون أكثرنا مالا. يعني عايز فلوس نديك لغاية ما تصير أغنى واحد فينا. وإن كنت تطلب شرفا، شرفا يعني علوا ومجدا ومكانة، زي الجماعة كده الوجهاء المثقفين الأدباء أصحاب يعني مش المناصب الحكومية ولكن المناصب العلمية، المناصب اللي فيها شرف، واحد صاحب اختراع، صاحب سبق علمي له شرف يعني. وإن كنت تطلب شرفا فنحن نشرفك حتى لا يكون أحد من قومك أشرف منك ولا نقطع أمرا دونك. وده من شأن الشرفاء إنه يعني يؤخذ رأيه في المشورة، يؤخذ رأيه في الأمور الفاصلة. وإن كان هذا من ملم يعني بك مس من الجن أو يأتيك رئيا تراه لا تستطيع دفعه ولا تستطيع العلاج، يعني نبذل لك العلاج. إن كان هذا عن ملم يصيبك فلا تقدر على النزوع منه، لا تقدر على الخلاص والاحتراز منه، فبذلنا لك خزائننا حتى نعذر في طلب الطب لك لذلك منك. يعني نبذل لك الغالي والنفيس حتى يثبت لنا العذر. وإن كنت تريد ملكا ملكناك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد. شوف بيكلمه بأدب وبيكلمه بأسلوب جميل وهو عمال يعني يتهجم عليه، بيقول له يا أبا الوليد. قال: نعم. قال: فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم السجدة حتى مر بالسجدة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتبة ملق يده خلف ظهره حتى فرغ من قراءتها، ثم قام عتبة ما يدري ما يرجع به إلى نادي قومه، فلما رأوه مقبلا قالوا: لقد رجع إليكم بوجه غير ما قام من عندكم. يعني رجع متغيرا، وهذا شأن من يخالط الحق قلبه. طبعا هم أضلوا وفتنوا بعد هذا، لأنه ما يستطيع أحد عنده عقل أو عنده قلب يعي أن يرد الحق، لا بد أن يؤثر فيه. قالوا: لقد رجع إليكم بوجه غير ما قام من عندكم. فجلس إليهم فقال: يا معشر قريش، لقد كلمته بالذي أمرتموني به حتى إذا فرغت كلمني بكلام لا والله ما سمعت أذناي مثله قط، وما دريت ما أقول له، يعني ما علمت بماذا أجيبه. يعني كلمني فأصل حالة ذهول وبهتان. فأطيعوني اليوم وعصوني فيما بعده، يعني النهاردة بس طوعوني النهاردة وبعد كده ما تسمعوش كلامي، تسمعوا كلامي بس هذا اليوم. واتركوا الرجل واعتزلوه، فوالله ما هو بتارك ما هو عليه، وخلوا بينه وبين سائر العرب، فإن يظهر عليهم يكن شرفه شرفكم وعزه عزكم، وإن يظهروا عليه تكونوا قد كفيتموه بغيركم. قالوا: صبأت يا أبا الوليد. يا سلام. وهكذا ذكره ابن إسحاق بطوله كما ذكر في البداية. أخرج البيهقي أيضا من حديث ابن عمر مختصرا، قال ابن كثير في البداية: وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. نعم. إصراره صلى الله عليه وسلم على الجهاد بما بعث به من الدعوة إلى الله جل وعلا. أخرج البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، يعني في أثناء صلح الحديبية، فذكر الحديث بطوله
كما سيأتي في هذا الباب من في الأخلاق المفضية إلى هداية الناس وفيه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. العيبة يعني حقيبة الثياب، أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره صلى الله عليه وسلم، من أهل تهامة. من أهل إيه؟ تهامة، يعني تطلق على الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر من الشرق، من العقبة في الأردن إلى المخا في اليمن، وفي اليمن تسمى تهامة اليمن، وفي الحجاز تسمى تهامة الحجاز، ومنها مكة المكرمة وجدة والعقبة. طبعا ده بالنسبة للجماعة بتوع الجغرافيا. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر ابن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، يعني نزلوا يعني عند ماء الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم راح يعمل عمرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، يعني أتعبتهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني نعمل هدنة ومعاهدة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا والذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولا ينفذن أمر الله. إنهم أبوا يعني إلا القتال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل ابتداء، بدليل أنه قال إنا لم نجئ لقتال أحد، إحنا جايين نعمل عمرة، ولكن هم مصرين على القتال أو الحرب، إحنا نعمل معهم معاهدة، ويخلوا بيني وبين الناس، بمقصود المعاهدة أو فرض الجزية اللي هي الخراج أو الجزية على غير المسلمين، أن يخلوا بيننا وبين الناس، ندعوهم إلى الله، نستنقذهم من عذاب الله، أن يدخلوا في رحمة الله، هذا هو المراد. وإن ظهر الإسلام يدخلوا فيما دخل فيه الناس إذا شاء، وإن هم أبوا إلا الحرب فخلاص، يعني نقاتلهم حتى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى أموت. طبعا تنفرد سالفة يعني صفحة العنق، كناية عن الموت، وأمر الله نافذ بظهور الحق. وعند الطبراني عن المسور ومروان مرفوعا يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، فماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، يعني إن العرب هزموني خلاص كفوا، وكان الذي أرادوا، وإن الله أظهرني عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، دخلوا في الإسلام يعني كثيرين، والمراد كلهم جميعهم، وإن لم يقبلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش، فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة، يعني الرقبة، يعني حتى تقطع. يعني وفي حديثه في طريق ابن إسحاق من طريق الزهري فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله من يعني إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.